الجزء الثاني عايزة تكلمي في جزء معين. لا احنا كنا بنتكلم انا حتى وسهام على موضوع ان في طبعا الفرقه كلها نجوم، لكن في نجوم ظاهره بشكل واضح جدا زي الشناوي، زي يعني خليني اقول الشناوي وانت تكمل، لان الشناوي واضح جدا انه ما شاء الله المستوى بقى التوب فورم، وكان بصراحه كان مسؤولية كبيرة جدا عن انقاذ النادي الاهلي في بعض المباريات دي، كان تخرج بنتيجة مختلفة عن اللي خرجت بيها. شناوي من اعتقد يعني من افضل المواسم ليه من السنة اللي فاتت حتى، يعني من بالظبط بالتحديد يعني برجوع بعد رجوعه من كاس العالم. عامل عنده ثبات انفعالي مميز جدا، عامل كمية انقاذ مؤثر جدا 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 في مباريات كتيرة ممكن النتيجة تكون متغير، كان اقربها حتى الماتش اللي فات والماتش اللي قبليه. عنده ثبات او بلي ميكر، راجل بيلعب وبيعمل اسيست كتير، فاعتقد من اللعيبه المميزه جدا يعني. برضو نفس القصه علي معلول، واحد من افضل لعيبه في النادي، حل من الحلول ومفتاح لعب كبير جدا يعني مختلف. عندي لعيبه سوليه، واحد من برضو من الناس اللي عامله عندها برضو ثبات في المستوى ما شاء الله، مستواه كل يوم بيتطور عن اللي قبله، مميز جدا. ديانج نفس القصة، متولي قبل ما يتصاب. ياسر، أيمن برضو نفس القصة. أفشة عامل برضو من أكتر اللعيبة اللي عاملة أساسات. وليد طبعا، وليد من اللعيبة الكبيرة ومن اللعيبة الخبرات اللي بتعمل فرق في أي وقت يعني. أنا وليد أعتقد أن في ريحة من اللعيبة الكبار اللي بتقدر تغير. اللي احنا دايما نتذكر أسماءهم يعني، حتى ريحة وائل جمعة وتريكا حتى يعني على مستوى يعني طبعا المستوى الفني مع الفرق البوزيشن اللي بعلو طبعا، لكن مؤثر، لعيب مؤثر جدا كابتن. عمرك ما بتحتاجه ويغزلك أبدا، موجود على طول، مؤثر في الماتشات. يلعب نص ساعه، يلعب شوط، يلعب ابتدي الماتش يلعب. فوليد مختلف يعني. طبعا حسين قبل الاصابه برده كان من الناس اللي عامله اداء كويس جدا جدا يعني. اعتقد اللعيبه كلها كابتن يعني مروا بحاله فنيه كويسه.